السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة مطبخ أم ياسين. اليوم إن شاء الله غنسافر بكم نزاهة مولاي الحسن بمراكش كما تشوفوا معايا. منتزه زوين عتحل جديد، كيجيو ليه الناس بزاف ومن جميع المناطق في المغرب، زاروه عجبهم وتا أنا مشيت ليه بالدور ديالي وقلت نصوره لكم باش تشوفوه وتشوفوا معايا الغروب تاع الشمس وتشوفوا تبارك الله النافوره باللي كي كتجي داكشي الالوان زاهيه تبارك الله. ما نعاود لكمش، تبقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا الفيديو. ولا كنتو اول مره كتزوروا القناه كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد تاع مطبخ ام ياسين. كنتمنى لكم فرجه ممتعه وبقاو مع الفيديو فضلا وليس امرا حتى الاخير باش تشوفوا جميع الفيديو وتشوفوا جميع البلايص اللي مشيت ليهم. كنتمنى لكم فرجة ممتعة وإلى فيديو آخر إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه وفرجة ممتعة.
دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، وشكرا لكم.